السلام عليكم. لو انت عندك لوحة فيها البلوكات بتاعتك مثلا كل الدورس او كل الويندوز او كل الميكانيكال اكيوبمنت، فانت عايز طريقة سهلة ان انت تبقى البلوكات معاك. ففي طريقة سهلة جدا، ان انا هاجي هنا من فيو وهقول له انا عايز الديزاين سنتر، اللي هو دوت، تمام. ببدأ اختار اللوحة اللي انا عايزها، وليكن مثلا اللوحة ديت، تمام. نخش البلوكات اللي فيها، تمام. دي بلوكات كتير قوي. هي اللوحة دي مثلا، نخش على البلوكس اللي هنا، تمام. بعد كده هروح هنا داس رايت كليك على البلوك وهقول له كرييت تول باليت، تمام. فيعمل لي تول باليت فيها كل البلوكات اللي موجودة في الملف دوت. التول باليت بيبقى موجود هنا، تمام، في كل البلوكات وكل الحاجة اللي انت ممكن تحتاجها أثناء الشغل. تمام، اهو حط كل البلوكات اللي لقاها في التول باليت ديت. فسهل جدا وانا شغال، خلينا نتفي ديت. فسهل جدا ان انا اختار اي بلوكة واعمل لها انسيرت في قلب اللوحة اللي معايا.